أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم الكامل عبد الغني العروة، أحد قراء المملكة الحائزين على جوائز وطنية ودولية. بالنسبة للمسيرة القرآنية ديالي، بديتها في واحد فترة سنية اللي صغيرة بتشجيع من الوالدين ديالي جزاهم الله عني كل خير. هذه المسيرة القرآنية اللي كنت يعني بدأت بواحد يعني بواحد الوتيرة من الدرجة بالموازاة مع الدراسة ديالي، يعني في الفترة السنية ديال 7 سنوات إلى 15 سنة، فكنت أتردد على المدرسة العتيقة الكائنة في الحي ديالنا، واللي ولله الحمد استطعت أني نحفظ في ديك الفترة السنية بعض الأحزاب بالموازاة مع التعلم القواعد ديال التجويد والأداء الصوتي اللي كان الوالد ديالي حريص على أنني نتصنت المدارس الكبرى والمشايخ يعني البارزين في هذا المجال في تلك الفترة. فكنت كنصت المشايخ وكنحاول نقلدهم، هكذا بدأت المسيرة ديالي إلى أن لاحظ الوالد ديالي الميول ديالي يعني مثلا تقليد المشايخ وأن لدي أداء حسن يستحسنه يعني السامع ويستحسنه الوالدين والإخوة، مما شجعني للمشاركة في مجموعة من المسابقات المحلية اللي ولله الحمد يعني أعطوني إشارات على أنني نمشي في هذا المجال، بحيث أن جميع المسابقات اللي كنت شاركت فيهم في الصغار كنت دائما أحوز على المركز الأول، فهذا زادني تشجيع وتحفيز على أنني نمشي في هذا المجال وأنني يعني نمضي قدما في هذه المسيرة القرآنية اللي كلها يعني كلها خير وكلها أجر وكلها تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى. من بعد المشاركة ديالي في الجوائز المحلية يعني شجعوني الوالدين ديالي على أنني لما لا أنني نمر لمرحلة أخرى وهي المشاركة في الجوائز الوطنية اللي كتكون على صعيد المملكة. فكانت أول مسابقة اللي كانت ولله الحمد فاتحة خير عليا وعلى المسيرة ديالي وعلى يعني المعرفة الناس بالاسم ديالي في هذا المجال، هي جائزة ديال القناة الثانية دوزام اللي شاركت فيها سنة 2005 وأنا في السن ديالي 12 سنة ونصف. فولله الحمد حزت المركز الأول حيث خديت جائزة الجمهور، كانت هذه هي الجائزة الأولى الوطنية اللي شجعتني وعطتني واحد الحافز كبير نفسي وواحد الدعم اللي كبير أنني نمضي قدما في هذا المجال، وأنني كذلك نكون قدوة لمجموعة من الشباب اللي كانوا قراوا معايا ولا مجموعة من أبناء الحي أنهم يمشيوا في هذا المجال وأنهم يمشيوا قدما كذلك في هذا المسار القرآني الحافل يعني الحافل بالأجر وبالثواب من عند الله سبحانه وتعالى. من بعد الفوز بالجائزة القناة الثانية دوزام زادني ذلك تحفيزا وتشجيعا على أنني نمشي في هذا المجال، وفي نفس الوقت زادني مسؤولية على أنني
يعني نكمل الحفظ ديال القرآن، وأنني يعني نضبط الحفظ ديال القرآن ونضبط يعني الأداء ديالي، لا من ناحية القواعد، لا من ناحية المقامات، لا من ناحية، لأن هذا هو مطلوب حاليا في الجوائز الدولية، أن الإنسان يكون ملم بالمقامات ومهم وملم بمجموعة من الأمور اللي عندها علاقة بالأداء الصوتي. ف يعني من بعدها شاركت في الجائزة ديال محمد السادس ممثلا، يعني شاركت في الإقصائيات لأهلوني النهائي ديال جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن وتجويده وترتيله. فالحمد لله ديت جائزة محمد السادس كذلك الوطنية في حفظ القرآن وتجويده وترتيله، وزادني ذلك مسؤولية أكبر، لأن هذه الجائزة تعتبر الجائزة الأولى في المغرب، واللي كينظمها سيدنا واللي كيحرص عليها سيدنا الله يطول في عمره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المجهودات ديالو اللي دائما كلها تحفيز وكلها تشجيع لأهل القرآن والخاصة ديالو. فمباشرة من بعد الفوز ديالي بجائزة محمد السادس شاركت في الجائزة ديال مثلت المملكة في جائزة تونس العالمية لسنة 2013، والحمد لله جبت اللقب للبلاد ديالي، وكنت يعني ولقيت واحد الاستقبال اللي حافل، ولقيت واحد التفاتة صحفية، واحد التفاتة من المنابر الإعلامية، واحد الفخر من أبناء الجهة ومن السلطات اللي كرموني من بعد القدوم ديالي من جائزة تونس العالمية. وهذا الشيء دائما كما قلت في الأول ما كيزيدك إلا تحفيز، وفي نفس الوقت كيزيدك واحد المسؤولية كبيرة، لأنك حامل لكتاب الله وعندك واحد الرسالة اللي خاصك تبلغها يعني وتمشي في هذا المسار. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمشيت في هذا المسار ديال انني نولي نبلغ هذا القران وهذا القواعد ديال التجويد وهذا الشيء اللي تعلمت نبلغه للناشئه، او نبلغه فقط للناس اللي هما قراب ليا ولا في المحيط ديالي. من بعد جائزة تونس العالمية مثلت المملكة في جائزة قطر في دولة قطر، وكانت مشاركة رائعة حيث جمعت ثلة من قراء من ربوع العالم اللي مثلوا الدول ديالهم بشراسة. والحمد لله دائما يعني كما كيلاحظ الجميع أن المغاربة دائما لهم السبق في هذا المجال، ودائما الحمد لله ما يحوزون المراكز الأولى في العالم، ودائما ما كيخلقوا الحدث في جميع المسابقات الدولية بالمشاركة ديالهم وبالفوز ديالهم بالمراكز الأولى. فمن بعد هذا المسار اللي كان أعتبره مسار متواضع ويعني اللي خلاني أنني نزيد ونمضي فيه قدما، كذلك أنني نشجع الناشئة وأنني نبلغهم ولو القليل من هذا من هذا الشيء اللي تعلمت وهذا الشيء اللي كبرت عليه بتشجيع من الوالدين ديالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرهما وأن يرحم الوالدة رحمة الله تعالى عليها التي كانت كذلك أستاذة في هذا المجال ومدرسة وحافظة على يديها يعني مجموعة من النساء الحمد لله القرآن كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يبلغها كل من تلو وكل دعواتنا إن شاء الله. بالنسبه للتدريس ديالي كان في واحد الفتره مقتصر على يعني على الفئه الصغرى اللي هم الاطفال اللي كنستغل فقط يعني ايام العطل ديالهم وكندرسوهم، او بعض المراكز القرانيه اللي كيديروا بعض الدورات في المقامات الصوتيه، وكنت دائما ما اشرف على هذه الدورات. لكن الآن في أحد المراكز بمدينة أكادير مركز المقدم اللي كان درس فيه سيدات متقاعدات في شتى المجالات البنكية أو موظفات في جميع القطاعات، والحمد لله لقى واحد الإقبال كبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا دائما نكون سبب في أننا نبلغ ولو آية.